للفائز بالمركز الأول. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول من تتواجد على الصدارة. أمصيحة بقيادة المركز الأول تعود الملكية لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي، هي من تسيطر مع المقدمة. المركز الثاني أرى انشغال، تعود الملكية لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل من ياتي بانشغال على المركز الثاني. انتقل مباشرة مع المركز الثالث وأرى التواجد هنا من تاتي الشاهينية لخميس بن محمد بن مبارك المهيري من تاتي في ثالث المراكز. الدور دور المركز الرابع وأرى التواجد في رابع المراكز من الظبي لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من ياتي بالظبي في رابع المراكز. انتقل مباشرة مع المركز الخامس وأرى التواجد مشاهدين الكرام من الجانب الآخر في خامس المراكز في هذا المساري والانطلاق. من تأتي مشاهدين الكرام تأتي على المركز الخامس، أرى هنا ريمة لسالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري من تتواجد مع المركز الخامس. المركز السادس وصول وتواجد هنا مشاهدين الكرام من زعفرانة حمد بن محمد بالحب العامري من ياتي بزعفرانة على المركز السادس. المركز السابع أرى القدوم هنا من الناوية لسعيد بن راشد بن سيف الشعالي من تأتي في سابع المراكز. ثامن المراكز وتأتي مشاهدين الكرام زاهية لسالم بن حمد بن حبروت هلينيبي. انتقل مباشرة من ينطلق بالظبي على ثاني المراكز والمركز الثالث ريمة لسالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري. بعود مع المقدمة، بعود مع مصيحة، مصيحة يا سلام، مصيحة مشاهدين الكرام وأيضا الظبي، الظبي ومصيحة في صراع الأقوياء. المعركة طاحنة، معركة الناموس، ولكن الظبي، الظبي تتسلل، الظبي تنتقل مع المقدمة، تنتقل مع المركز الأول، تبي الفوز، تبي الناموس، تبي الانتصار. مالك الظبي سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي يا سلام على هذا الأداء المميز والعروض المميزة في هذا الانطلاق. الظبي غادرت بالناموس، غادرت بالفوز. تهانينا والناموس لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، واسعد الله صباحك على هذا الفوز. المركز الثاني امصيح لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي، والمركز الثالث من وصلة أزعاق سعيد بن زايد المزروعية من المركز الرابع الطيارة. المركز الرابع الطيارة عبد الله بن صالح بن سعيد المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ولكن الظبي مشاهدينا الكرام هي من نالت شرف الناموس. تعود الملكية لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. ها هي امامكم الاعاده اثناء وصول الظبي مع خط النهايه معلنه الفوز والناموس والانتصار في هذا الشوط. وتهدي الفوز والناموس سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. ها هي امامكم الظبي 7 دقائق و41 ثانية، 4 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالك الظبي سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. في هذا الشوط هو من ينال شرف الناموس وينال السيارة والفوز والناموس في هذا الشوط. أما من أتت في ثاني المراكز مصيحة الله يقول الحق قدمت عرض رائع ممتاز حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي 7 دقائق 42 ثانية وفأً وتماماً. تهانينا والناموس لمالك مصيحة حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي، هي من أتت ثانياً. أما المركز الثالث مشاهدينا الكرام من وصلة إزعاق تعود الملكية مشاهدين الكرام. ها هي أمامكم 7 دقائق 45 ثانية، 8 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك إزعاق سعيد بن زايد بن سعيد المزروعي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام.